عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا الدكتوره نهله بشري المشرف على فريق جامعه المنصوره. يا دكتوره صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا حضرتك. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه احنا عايزين نتعرف اكتر على تفاصيل المشروع اللي تقدمتوا فيه هذه المسابقه. المشروع بتاعنا المفروض ان هو كان مجمع فكرتين، ان احنا عايزين من خلال بصمه العين او مش يعني الريتنال سكان للعين. المفروض العين بتكون من 3 اجزاء، البيوبل وعندنا حواليها الايرس وحواليها الجزء اللي احنا بندرسه بقى اللي هو الريتنال سكان اللي فيه الشعيرات الدمويه. من خلاله احنا حاولنا نعمل سكان ليه وبنربطه بحبه مجموعه قرايات من خلال السمارت باند او حاجه بتتربط على الايد كده للمريض، بتقيس الهارت ريت وبتقيس الضغط بتاع الدم ونسبه اكسجين في الدم. دول مع بعض بيقدروا يعملوا ديتكت هل في اصابه بال اللي هو تضخم البوتين الايسر ولا لا، عشان نقي يعني من الجلطات او النوبات اللي هي الازمات القلب يعني. طيب دكتور، لان هي الطريقه الطبيعيه اصلا كانت المفروض بتبقى من خلال رنين مغناطيسي يعني للكشف عن امراض القلب والاوعيه الدمويه، فديت بتبقى مكلفه، فاحنا فكرنا في الفكره اللي بتاعتنا على اساس ان احنا كده تكلفتها بتبقى اقل يعني بالنسبه للمريض يعني. طيب دكتور نهلة بعد التحية، هي فكرة الحقيقة هايلة، بس حابة أعرف من حضرتك يعني مدى قدرتنا على تطبيقها، تطبيق فكرة المشروع على أرض الواقع عشان نقدر نحقق الاستفادة منه يعني. وفكرة أن مشروع زي ده يفوز بمسابقة يعني زي مسابقة Dell Technologies 2023، إيه اللي هيحصل بعد كده في المشروع؟ هو احنا طبقناه على داتا ست كانت جاية أصلا من يعني البايو بانك اللي هو البريطاني. دي داتا ست بتبقى طبيه مجمعه بيانات عن يعني صور للريتنا والصور للقلب، ممكن بعد كده احنا نستفيد منها ان احنا نطبق نفس المشروع بتاعنا بس من صور مرضى موجودين في المستشفيات، او يبقى عندنا داتا ست خاصه بالمرضى اللي موجودين يعني. احنا شغالين على حاجه عالميه دلوقتي وبناء عليها قدمنا في المسابقه يعني. طيب سواء مرتبطه بال يعني بالمرضى بقى في المستشفيات وكده، يبقى ده لان الجهاز بتاعنا فيه مجموعه سنسورز بتلبس على اذن المريض وبيعمل بيفضل يعمل ريكوردنج للداتا طول الوقت، ولو حصل اي مشكله للمريض او يعني اختلافات في تسجيل البيانات المفروض ان هي بتتبعت عن طريق الموبايل ابلكيشن للدكتور او للي متابع الحاله، فيقدر يعمل ديتكت قبل ما تحصل للازمه القلبيه نفسها يعني. ده عظيم جدا يا فندم. احنا عشان نعمل مشروع زي ده يعني بحسب ما شفنا في التقرير واتكلمنا مع حضرتك ان دول طلبه كليه هندسه، واحنا بنتكلم دلوقتي عن ايرس العين وبنتكلم عن البطين الايمن والايسر والقلب والجلطات، ايه العلاقه؟ وهل تم الاستعانه مثلا بطلبه كليات الطب عشان يساعدونا في حاجه زي دي؟ احنا اشتغلنا بالفعل بالداتا ست اللي هي الموجوده في اليو كي بايو بانك. دي داتا ست المفروض ان هي متجنبه من الجانب الطبي يعني، او المجمعه من الجانب الطبي يعني. فاحنا لو اشتغلنا بحاجه زي كده، احنا الجزء الهندسه بتاعنا ان احنا عاملين البايوميديكال ابلكيشن يعني، او ان احنا اشتغلنا في جزء الهندسه ان احنا بنجمع الداتا الطبيه بتاعتنا اللي هي من خلال الصور بتاعه العين، واحنا من خلال السنسورز والحاجات دي ده جزء بتاع الهندسه بتاعنا الجهاز بتاعنا يعني، ومن خلال الابلكيشن الموبايل ابلكيشن بيتبعت. فالجزء بتاعنا اللي هو الاي او تي والاي اي موديل اللي احنا عاملينه، او اللي هو الالجوريثم نفسه يعني. الصور المفروض دي بقى بتبقى جايه من المستشفيات، او ان احنا بناخدها من المستشفى. احنا شغلنا يعني عشان نجرب المشروع بتاعنا لازم يبقى عندنا داتا ست موثوق فيها الاول. صحيح. يعني عشان نقدر نشوف النظام بتاعنا نجح ولا لا، فاحنا استعنا بالبايو بانك ده باجراءات المفروض ان احنا بنعمل يعني ريزرفيشن عليها، وبعد ما بنقول لهم الفكره بعد كده بيدونا هم الموافقه ان احنا نتعامل مع الداتا ست بتاعتهم يعني. طيب دكتور عايز اعرف من حضرتك ازاي المشروع يعني دخل مسابقه، هل انتوا تقدمتوا بالمشروع، هل تم اختياره، ايه اللي حصل؟ كلمينا عن كواليس المسابقه نفسها، عدد الفرق المنافسه، المشروعات اللي كانت كمان في مفاضله بين مشروعكم وهذه المشروعات. ايوه، هو احنا بالنسبه لنا المفروض المسابقه اللي هي بتاعه ديل تكنولوجي دي بتتعمل المشاريع للتخرج على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا، فكان متقدم 275 مشروع، احنا سمعنا بالمسابقه وقدمنا فيها. فطبعا هم بيعملوا تصفيات لغايه ما وصلنا لاول 3 مراكز، وبعدين بعد كده الحمد لله هم عملوا معانا ميتنج يعني برزنتيشن، برضو الطلبه بيعرضوا الحاجه للثلاث محكمين من اماكن مختلفه،
وبناء عليه بقى بعتوا لنا الايميل برد ان احنا اتقبلنا في المشروع وان احنا فزنا بالمركز الاول يعني. طيب عرفينا اكتر يا فندم على الفريق الطلاب المشارك في هذه المسابقه. هو الفريق المفروض كان مقدم بمشروع تخرج السنه دي لقسم حاسبات هندسه الحاسبات ونظم التحكم في كليه الهندسه. بيكون من 7 أعضاء اللي هم احمد السيد وعبد الرحمن بيبرس ومحمد طه ومغفره الشريف وشموع محمد وحبيبه احمد ويسرى السيد وبالتعاون انا كدكتوره وكان معايا بنبارك لهم طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. الله يخليك شكرا شكرا. طيب دكتور تنفيذ المشروع ده استغرق قد ايه؟ الفكره جت ازاي اصلا وازاي قدرتوا ان انتوا تستعدوا لهذه المسابقه وقبل ما تستعدوا لهذه المسابقه ازاي قدرتوا ان انتوا تحققوا هذا المشروع او تنفذوا حتى تنقلوا الفكره دي على الورق تتقدموا بيه لمسابقه زي المسابقه دي؟ هي في البدايه كان احنا كنا بنشوف التكلفه بتاعه المفروض ان هي يعني الفكره الاول جت ان امراض القلب المفروض بناء على منظمة الصحة العالمية يعني بسبب أساسي في عدد وفيات كبير وقسنا كمان إن احنا عشان في الفترة الأخرانية حصل أمراض قلب أو وفيات بالنسبة للأزمة القلبية كتير خاصة في الملاعب والحاجات دي والأجهزة الطبية تكاليفها عالية إن احنا عشان نعمل رنين مغناطيسي وكده طبعا دي بتبقى تكلفة على المريض يعني فاحنا حاولنا ان احنا نفكر في فكره تانية ان احنا نشوف نقدر نعمل ازاي ديتكت لامراض القلب بطريقه تانية من خلال اللي هو السكان بتاع العين طبعا في ابحاث حاجات معموله في الجزئيه ديت يعني بس ما حدش كان طبقها او حاجه فخدنا الفكره وبعدين لما شفنا كمان الداتا ست بتاعتنا بتاعت البايو بانك اللي احنا استعرنا بيها هي بتسجل بيانات برضو عن العين مع القلب الصور يعني اللي موجوده فالطلبه قاموا بقى بالجزء ده يعني وصلوا للفكره ان احنا نفكر في الجزء ده وبناء عليه بصينا بقى في حاجات الهاردوير اللي احنا محتاجينها واشتغلنا يعني في مجموعه السنسورز والحاجات ديت وطبعا يعني كليه هندسه بتساعدنا طبعا دايما يعني في المشاريع عندنا استاذ الدكتور العميد طبعا محمد عبد العظيم ده عميد الكليه بيشجع دايما ان احنا نقدم للمسابقات دايما لو في مسابقات او حاجه بيقترحوها علينا يعني احنا طبعا بنتوجه له بكل الشكر على دعمه وبنشكر حضرتك وبنبارك لك وبنبارك طبعا لاعضاء هذا الفريق اللي فازوا في هذه المسابقه شكرا ليك دكتوره نهله بشري المشرف على فريق جامعه المنصوره.